هبدا اخباريه جديده. عندنا اخبار من شركه كوالكوم واخبار حماسيه جدا من شركه شاومي، واخيرا خبر مفاجاه عن الفيسبوك. يلا تابعونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في هبدا تكنولوجيه جديده. زي ما قلنا كده في المقدمه، عندنا النهارده شويه اخبار، لكن قبل ما نسترسل فيها ما تنساش اللايك العظيم يلي سبسكرايب المتين، وبعد كده فعل النوتيفيكيشن بيل كي ياتيك منا كل جديد. وما تنساش تنزل تحت في الديسكربشن هتلاقي الفيسبوك بيج والتيك توك بيج، ابقى اعمل لهم فولو. خلصت كل هذا الهب فلنبدا الهب. زي ما قلنا كده في المقدمه، عندنا النهارده ثلاث اخبار. خلونا نبدا بالخبر الاول. خبرنا الاول من شركه كوالكوم، وهو بخصوص اخر معالج ليها، وهو السناب دراجون 898. اول حاجه بخصوص هذا المعالج انه هيجي بمعماريه الاربعة نانو. زي ما انتم عارفين ان السناب دراجون الثلاث تمانيات كان جاي بمعماريه الخمسة نانو، لكن 898 هيجي بالاربعة نانو. ده معناه ان هو في استهلاك للطاقه اقل، وبالتالي هيوفر في عمر البطاريه بتاعتك. وحسب تصريح كوالكوم ان هذا السناب دراجون 898 هيديك اداء افضل بنسبه 25% عن السناب دراجون 3-8. تاني حاجة هيجي اوكتا كور، يعني برضو ثمان النواة زيه زي الثلاث تمانيات، لكن الجديد انه جاي باربعة كورز هاي بيرفورمانس. الهاي بيرفورمانس كورز دي هي اللي بتكون مسؤولة عن العمليات المعقدة زي الجيمز يعني ايه الحاجات اللي فيها هيفي ديوتي شوية. واربعة كور هيكونوا الافشنسي، اللي هم الافشنسي كورز دي اللي بتكون مسؤولة عن العمليات البسيطة. في الثلاث تمانيات كان في اتنين بس هاي بيرفورمانس وستة افشنسي، انما في التمانية تسعة تمانية هيجي باربعة High Performance Cores وأربعة Efficiency. إذن تهنئاً لأي حد هيجيب موبايل في الفترة القادمة بهذا السناب دراجون. نيجي بقى لخبرنا الثاني، وهو من العملاق الصيني شاومي. الخبر بخصوص أيوان شاومي قررت تعمل سيارة كهربائية. أيوة هعمل عربية كهربائية، المشكلة يعني جات عليا تسلا وأبل وواوي، كل دول قرروا يعملوا عربيات، مش اقل منهم يا ريس. وفي تصريح من الرئيس التنفيذي لشركه شاومي لي جون، قال ان شركه شاومي هتبدا في تصنيع السيارات الكهربائيه في النصف الاول من عام 2023، اما الاطلاق الرسمي لهذه السيارات فغالبا هيكون في النصف الاول من عام 2024. وللمعلوميه كده بان احنا جبنا سيره وللمعلوميه كده باننا جبنا ايه وللمعلوميه كده باننا وللمعلوميه كده بما اننا جبنا سيره هذا الخبر، احب اقول لكم ان شركة شاومي استحوذت مؤخرا على شركة اسمها ديب موشن، ودي كانت شركة لسه ناشئة كده في تكنولوجيا القيادة الذاتية، وشاومي قدرت تستحوذ عليها بمبلغ 77 مليون دولار. امال لو مش ناشئة بقى كانت استحوذت عليها بكام؟ وهذا الخبر بقى علشان لو شركتك اللي انت شغال فيها عزيز الهبيد حبت تشوف نفسها عليك، يبقى اقول لها يا صديقي عن هذه الشركة الناشئة ام 77 مليون دولار. نيجي لاخر خبر، وهو الخبر المفاجأة، وهو بخصوص الفيسبوك. في اقاويل كده في اروقه شركه الفيسبوك، والاخبار بتتناقل داخل الشركه، ان في الفتره القادمه عمك مارك هيضرب قنبله وهياخد قرار بانه يغير اسم الفيسبوك. والكلام بيتردد ان مارك بيفكر في الموضوع ده بقاله فتره ليست بالقليله، واتقال برضو ان السبب في الموضوع ده انه مش حابب ان شهره الشركه بتاعته تنحصر فقط في موضوع التواصل الاجتماعي. وفي اقاويل كتير جدا بيقولوا ان مارك هيعلن عن الموضوع ده في المؤتمر السنوي اللي بيعمله، واللي هيبقى تاريخه 28 اكتوبر القادم. عامة هننتظر اليوم 28 خلاص، وغدا لنظره قريب، ونشوف مارك فعلا هيقدم على هذه الخطوة ولا كله كلام في الهواء وتسريبات خطأ. وبكده نكون خلصنا تلك الهبدة الإخبارية. ما تنساش في نهاية تلك الهبدة تشرفنا كده تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب، وتفعل النوتيفيكيشن بيل، وبرضه تنزل تحت في الديسكريبشن تعمل فولو للفيسبوك والتيك توك بيج. وعايز اقول لسعادتك ان اللايك بتاع حضرتك هو دفعه للامام، فما تبخلش علينا بهذا اللايك البسيط يعني. يلا ونراك في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.